طيب خلينا نروح نشوف التقرير القادم، هو تقرير عن أن الأهلي بيستأنف تدريباته اليوم استعدادا لملاقات بيراميدز، ونرجع نكمل مع حضراتكم. استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم تدريباته تحت قيادة مديره الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على ملعب مختار التتش بالجزيرة، ويأتي ذلك عقب الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس الاثنين بعد التغلب على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في لقاء العودة بالقاهرة بالدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والتأهل للمباراة النهائية بنتيجة 4-0 في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة لملاقات فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم 17 يوليو المقبل باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية. وأغلق المارد الأحمر الملف الإفريقي ولو مؤقتا استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها 9 مساء الخميس المقبل باستاد الأهلي وي السلام في الجولة 27 من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم. وينتظر الأهلي تحديات أخرى غير رحلة الدفاع عن اللقب الإفريقي، في مقدمتها العودة لمنافسات الدوري الممتاز من أجل الصعود مرة أخرى لصدارة جدول ترتيب المسابقة بعد فقدانه بسبب تأجيل مبارياته لمشاركته في دوري أبطال إفريقيا، حيث يخوض الفريق 4 مباريات غاية في الأهمية خلال مشواره بمسابقة الدوري الممتاز مع كل من بيراميدز الخميس المقبل وسموحة على استاد الإسكندرية بالجولة 28 من الدوري يوم 4 يوليو المقبل، ومؤجلة المقاولون العرب على استاد بتروسبورت يوم 8 يوليو المقبل، ومؤجلة مصر المقصة على استاد الجيش بالسويس يوم 11 يوليو المقبل. عقد بيتسو موسيماني جلسة سريعة مع اللاعبين قبل ميران الفريق اليوم، حثهم خلالها على تأجيل التفكير في المباراة النهائية بدور أبطال إفريقيا، وأكد على ضرورة الخروج من مواجهات بيراميدز وسموحة والمقابلون والمقصة بنتائج إيجابية لقطع نصف الطريق نحو لقب الدوري. ويدرس الجهاز الفني للأهلي استمرار الدفع بأكرم توفيق في قيادة الجبهة اليمنى للفريق الأحمر في مباراته المقبلة ضد بيراميدز، استغلالا للدفعة المعنوية التي حصل عليها اللاعب بعد مشاركته في مباراتي الترجي التونسي وتقديم عروض قوية في المباراتين وإشادة الجميع بمستواه. كما يتحفظ الجهاز الفني على استعجال عودة محمد هاني للمشاركة في المباريات، خاصة أنه عائد من إصابة في العضلة الخلفية ويخشى من الدفع به في مباراة قوية بحجم مواجهة بيراميدز. فيما عدا ذلك لا خلاف على التشكيلة التي سيخوض بها موسيماني اللقاء بقيادة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. زي ما حضراتكم شفتوا تمرين الفريق الاول لكره القدم للنادي الاهلي، الكل جاهز الكل بيستعد، قفلنا البطولة الأفريقية وهننتظر إن شاء الله يوم الخميس القادم أولى المباريات في الدوري العام المصري بعد توقف 50 يوم اللي كانوا في الساحل. لعيبة النادي الأهلي كانوا في الساحل كلهم في ال50 يوم اللي فاتوا، ما كانوش بيسافروا جنوب أفريقيا ولا كانوا بيسافروا قطر عشان يلعبوا السوبر، ولا كانوا بيسافروا تونس عشان يلعبوا الدور قبل النهائي، ولا كانوا بيمثلوا مصر خالص. طبعا ده يعني كلام اللي دايما بيتقال خلال الفتره اللي فاتت ان النادي الاهلي بيتاجل له مباريات كتيره وبيتعمل له مباريات كتيره، ولكن في النهايه النادي الاهلي اهو خلص المهمه، مهمه تمثيل مصر بهذا الشكل الرائع سواء في قطر كفوزه بالسوبر الافريقي ثم العوده والوصول الى الدور النهائي، والنادي الاهلي هنا بيمثل مصر خير تمثيل. هيرجع مرة تانية للدوري العام واللي هيحصل بقى في الدوري العام بداية من يوم الخميس القادم.